خير؟ أنا آسف إن أنا طلبت قبلك هنا، بس الكلام اللي أنا عايز أتكلم معاكي فيه ما ينفعش حد غيرنا يعرفه ولا يسمعه، فما لقيتش مكان تاني غير هنا. أنا حاسة إن أنت عايز تتكلم معايا في موضوع مهم، عشان كده وافقت إن إحنا نتقابل هنا لوحدينا. كنت أقول بصراحة أنت عايز مني إيه؟ أنا لقيت الجواب. الجواب إيه؟ الجواب اللي ضحكة كانت مخبيها. الجواب وصل مع وردي. معرفش وصل ازاي بس مصيري هعرف. وردي مرات امين؟ اه. انا لقيت الجواب معاها وقريته. ويا ترى ايه بقى السر العظيم اللي عامل فينا كل اللي احنا فيه ده؟ الجواب بخط ايد والدك. والدي؟ كاتب اقرار. اقرار بايه؟ أنا هتصرف وأجيب الجواب من عند ورد وهخليك تقري بنفسك، على الأقل نتأكد من الخط كمان. مش أنت قريته؟ آه قريته. طيب يبقى أنت أكيد عارف إقرار بإيه؟ إقرار بإن أمين هو صاحب اللوكاندا. وإن هو الوريث الشرعي لأدهم بيه. وإن فتح المناويش اللي هو مكتوب باسمه ده مجرد أب سوري. أمين ابن دادا سكين. أيوه. بابي كتب إقرار إن أمين يبقى ابنه. يعني أخويا أنا وأمال. ودادا سكينة تبقى أمنا وماما تبقى مرات أبويا ومراد رئيس العصابة وإحسان جاسوس وإنت مخبر سري. أنا ما كنتش عايز أقولك على الموضوع ده، وكنت عايز أجيبلك الجواب تقريه بنفسك عشان كنت متأكد إن ده اللي هيحصل. مش عايز أقراه ومش هصدقه، عشان لو صدقته أبقى مجنونة، ولو إنت صدقته تبقى مجنون، أو أنت مألف الفيلم الفاشل ده عشان تعيشني في وهم اللي أنت فيه. أنا قلت لك من زمان أنت كذاب أو مجنون، وأنا مش مستعدة أتجنن زيك ولا أصدق كذبتك. لا أنا مش كذاب، وأنا كنت قلت لك قبل كده إن ضحى كانت قايلة إن اللي موجود في الجواب ده بيهدد ملكية اللوكاندا. ولو مش مصدقاني ممكن تسألي أمين إذا كنت لسه بتثقي فيه. اسألي أمين إذا كان فصل سكينة الكهرباء قبل ما ينظف النجف ولا لأ، وهيقولك إن هو متأكد 100% إنه فصل سكينة الكهرباء. لكن في حد تاني هو اللي رجعها. ومين بقى اللي عمل كده؟ مراد مش كده؟ أصل إيده طويلة وطايلة. مدها من أوروبا ووصل للوكاندا وعمل كده. أنت مجنون. روح اتعالج. تمام. أنت حرة. سلام ونزل هنا. ازيك يا حسين؟ الحمد لله على سلامتك يا مربي. الله يسلمك. اخبار الحجوزات ايه؟ زادت يا فندم الفتره اللي فاتت بشكل ملحوظ. شكل الازمه بتتحل. انتوا لحقتوا يا نازلي ترجعوا من شهر العسل عشان تسافروا تاني؟ دول هما يومين اتنين بس يا طنط. وبعدين اتعزت الفرصة عشان مراد عنده شغل في الأقصر، فقلت أسافر أغير جو أنا كمان. قلتي تغيري جو ولا قلتي رجلك تبقى على رجله في كل مكان؟ أصل الجواز في الشهور الأولانية بيبقى محتاج مطالب يعني مبالغ فيها شوية. أنا وزهيري الله يرحمه فضلنا على كده سنين طويلة. مراد مش هتيجي تصبح على تنفخر؟ لا طبعاً. إزاي؟ صباح الخير يا فخر هاني. صباح النور يا أسد. هتطلع عدتنا؟ لا عدى الإحسان عشان عندنا شغل. بعد إذنك هاني. اتفضل. فؤاد. الحمد لله بالسلامة هنا. الله يسلمك. طمني على امين. الحمد لله كويس، فك الجبس امبارح. كويس. حصلني عايزك. انا عايزه اشوف الجواب اللي بابا كتبه. قلت لك كنا مع ورد.
يعني انت شفته وقريته بنفسك؟ مش انا قلت لك ان انا قريته؟ هكون بكدب عليك يعني ولا بألف قصص؟ هو انت متخيل حالتي بعدك اللي انت قلته لي ده؟ انا اول لما مراد قال لي ان احنا نسافر الاقصر كام يوم انتهزت الفرصه، كنت محتاجه ابعد هنا افكر شويه، ورغم ان انا مش مصدقه الكلام اللي انت بتقوله، بس انا مش لاقيه سبب مقنع يخليك ان انت تألف عليا قصتي كلها. كتر خيرك يا هاني. مش وقت هانم ولا علي ولا فؤاد، خلينا في المصيبه اللي احنا فيها دي. هجيب لك الجواب تقريه، بس من فضلك من دلوقتي لغايه لما اجيبه لك تصدقي اللي انا هقوله. ما هتجنن يا علي، يا ريتك ما كنت قلت لي. والله انا فكرت الف مره قبل ما اقول لك، بس السر ده كان كبير عليا قوي، وخوفي على مين هو اللي خلاني احكي لك. ما تسيبوش، ما تشيلش عينك من علي. فول بالسمنه يا امين؟ ما انا بطني نشف بالخضار المسلوق والشرب يا ولد. ثم انا مش فاهم، انا رجلي مكسوره، ايه علاقه ده بناكل ايه وما ناكلش ايه؟ ورد استحيت دور الممرضه وخلاص. اخدت الدواء؟ ما هفضل اخد الدواء. بعد الفطار روحي اغلي الملايات. اصل انا كنت عايزه بس امشيه كده حوالين الجنينه عشان رجله زي ما الدكتور قال. صباح الخير. صباح النور. صباح النور. الحمد لله على سلامتك، انا كنت هطلع لك حالا. الحمد لله على سلامتك يا امين. الله يسلمك. بما انك جيتي بقى يا نازلي هانم، والنبي يقولي الامين يسمع كلام الدكتور ويروح يتمشى عشان يخف بسرعه احسن مش مطوعني. يبقى اول تمشيه من نصيبي، اول ما تخلص فطار ننزل نتمشى شويه. تبقى امي داعيه لي بقى. زي البيبي يا ولد. الحمد لله بخير. طيب هستناك بره لحد ما تخلص. هو انت بجد هتقعد تكمل اكل وتسيبها مستنيه في الجنينه؟ سيب اللي في ايدك ده. هو انت ليه مستعجل كده ترجع الشغل؟ ما بحبش اقعد كده من غير الشغل اللي انا مشغله، وكمان ما بحبش حد يقول بقى ده بمسكينه فبيتعامل معامله خاص. اولا انت عارف كويس قوي ان ما ينفعش اي حد يقول كده، عشان كل الناس عارفين ده سكينه وطريقتها. بالعكس ده انا ساعات بحس ان هي ممكن تيجي عليك علشان ما حدش يقول كده ابدا. وبعدين اعتبر نفسك في اجازه، انا من ساعه ما وعيت وانت بتشتغل في الجراند اوتيل عمري ما شفتك واخد اجازه. لا مش الدرجه دي، طب وانا صغير هو كان ده اسمه شغل؟ ده انا كنت بخرب اكتر ما بشتغل. عمرك ما حسيت ان بابا ظلمك ان وافق ان انت تشتغل في الجراند اوتيل من بدري كده؟ ظلمني؟ لا ازاي طبعا، ده واحد من جمايله الكتير عليا. جمايله ازاي يعني؟ وانا صغير أمي قفشتني مرة وأنا بحرق أشرب سجاير. كان عندي 9 سنين ساعتها. خدت سجارة من طفاية من نزيل عندنا في الأوتيل، وطلعت على أوضتي عشان أشربها. شافتني راعيتني حتة الدين علقة. ومن ساعتها قررت هي وأدهم بينا لازم أشتغل. يوميها أدهم بينا ده لينا وهو في المكتبة. رحت له لأني بقى معيط ومبهدل ومبوز. فقال لي أي لو عايز تبقى راجل وتشرب سجاير زي الرجاله الكبار لازم تشتغل وتتعب زيهم، عشان لما تحب تشرب سجاير تشرب سجاير من فلوسك مش من اللي بيرموه الناس. يعني كنت بتحبه؟ كنت زعلان منه؟ ازعل منه ازاي يا نازلي هانم؟ ده كان خيره عليا. خيره عليا دي مش بس فلوس كان بيديها لي، ولا هدوم جديدة، ولا لعب جديدة، ولا المدرسة اللي رفض نطلع منها، لا. خيره عليا دي خوفه عليا لما كان بيحصل لي حاجة، وطيبته، وحنيته عليا اللي كانت تبقى قدام الناس حتى واحنا لوحدينا كمان. انتوا لوحدكم كنت بتحس ان هو متغير؟ كان بيعاملك بطريقة مختلفة؟ وحشني قوي، عشان كده انا عايزه اقعد اتكلم عليه.
واحنا لوحدنا ادهم بيه كان بيحسسني انه بيحبني اكتر واحد من اللي شغالين في الاوتيل كلهم. يعني الناس كلها كانت تقعد تحلف بطيبته وبحنيته. انا عندنا كان كل يوم ياخدني على جنب كده ويسالني يقول لي واد يا امين انت مش محتاج حاجه؟ مش عاوز حاجه؟ طب في حاجه ناقصاك؟ ده غير بقى اللعب والهزار بتاع كل يوم. أنا آسف أنا قلبت عليكي من وراك؟ لا لا أنا بقول لك أنا اللي عايزة أتكلم عليه. الله يرحم كان راجل طيب ما يتعوضش. كل الناس بتحبه وكل الناس بتحترمه وكل الناس زعلت عليه. الأب عمره ما يتعوض حتى لو ما فيش ناس كتير عارفاه وحبته وزعلت عليه. بالنسبه لبناته الاب ده اهم رجل في الدنيا. وما بيروح في حته من الامان بتروح معاه. مفيش حد بيقدر يعوضها. يمكن انا اصلا ما اعرفش اوصف الاحساس اللي انت بتوصفيه ده. أنا آخر حاجة فاكرها عن أبويا اسمه. معقولة؟ آه والله أنا أبويا مات وأنا صغير أوي. ما عشان كده بقى أدهم بيه كان بيحبني بزيادة يعني بيهتم بيا وبيعطف عليا عشان ظروف يطمي يعني. عارفة زمان وأنا صغير اللي كان بيسألني على أبويا كنت بقول له مات وهو بيولدني. نضف بزم عشان حبيبه القلب ما تتجزاش. لا ده انا بتسلى بس بدل ما انا قاعد مش عارف اشتغل بالعكاز كده. بتتسلى؟ ولا بتخف الشغل من على حبيبه القلب؟ الاثنين الصراحه. البنت تعبت قوي والحمل هداها. تعبت من ايه يا امين؟ دي ما بقتش بتعمل حاجه في حياتها كلها غير انها قاعده طول النهار بتزغطك. وحتى التمشيه المفروض تمشيها لك اتعتقت منها. انت غيران بقى وبصيت في التمشيه. لا يا اخويا ولا غيران ولا حاجه. يا اخي الناس دي طيبه وحنينه قوي. بس النهارده حنيتها كان ليها طعم تاني خالص. طعم تاني ازاي يعني؟ يعني كانت خايفه عليا بجد كده وحسيت انها بتعزني قوي كاني واحد من عيلتها. فكرت بحنية أدهم بيه الله يرحمه. احنا النهارده أصلا طول الوقت بنتكلم عليه. طب ما ده طبيعي يعني يا أمين. أنتوا من ساعة ما اتولدتوا وأنتوا وشكوا في وش بعض وبينكوا ذكريات كتير. يعني زيكوا زي الإخوات. لا مش لدرجة إخوات يعني. لأن ما تعيش على حاجة. ايه بقى الموضوع اللي ما يستناش لحد بكره يا مراد؟ انا اسف اني اخرك على ميعاد نومك يا هاني. انا عارف انك صاحيه بكره بدري عشان نازله مع عمال عشان ميعاد متابعه الدكتور. عارف يا مراد لو اهتميت بشغلك زي ما انت بتهتم تعرف كل واحد فينا بيعمل ايه بالظبط. والله ما هتزعل ان احسان ابتدى يطلع بافكار وبقى راسه براسك في الاداره. بس متهيألي في تفاصيل ومشاكل كتيرة ليها علاقة بالعيلة والأوتيل. لازم أشغل نفسي بيها. عشان مصلحتنا كلنا. وكنت أتمنى أبقى زي إحسان. مفيش حاجة في دماغي غير الإدارة وبس. فدي عندك حق. حقيقي أنت الفترة اللي فاتت كنت مشغول، كنت بتحل مشاكل أنت وقعتنا فيها. ولولا إنك أنت معرفتش تحل المشاكل من أول يوم، أتينا أهو. في أزمة. إحسان كمان مركز جدا في شغله في الفترة الأخيرة عشان هيبقى أب، وهو وأمال هيجيبوا لنا أول حفيد في العيلة، قصدي في العيلتين، عيلتنا وعيلة بركات باشا. خلاص جدع أنت، عقبالك أنت ونفسك. والله يعني إحنا مش مستعجلين، وانا عارف الضغط على امال من عيله احسان وخصوصا عنايه هانم في موضوع الخلفه ده جامد ازاي. الله يكون في عونها.
والواحدة علشان تحافظ على زوج زي إحسان ابن بركات باشا ممكن تعمل أي حاجة في سبيل ده. مش فاهمة يعني قصدك إيه. اسمة هانم إحنا عيلة واحدة. وأمال في الأول وفي الآخر بنت عمي ويهمني مصلحتها. وأنا عارف إن مصلحتها فرض عناية هانم وبركات باشا عليها. عشان كده أنا عمري ما هتكلم في الموضوع ده. وبدعي ربنا من كل قلبي إن الكام شهر اللي باقيين في حملها يعدوا من غير ما حد يكتشف الحقيقة. مش فاهمة. لا. حضرتك فاهمة. وفاهمة كويس قوي كمان. وعايزة أطمنك يا هانم إن مفيش حد هيعرف السر ده وعمره ما هيخرج بره الأوضة دي. زي أسرار كتيرة قوي كانت بينا وعمرها ما خرجت بره. علشان فيها مصلحتك. لما تقدر تقول لي ايه مصلحتك في انك انت تداري على حمل امال؟ انا مش هطلب من حضرتك كتير. اسمة هانم انا اللي عملته علشان خاطر سمعه العيله ومصلحه الجراند اوتيل. عمري ما كنت اتخيل في حياتي ان انا اعمله. ومش بدعي ان انا عملت ده عشان خاطركم وبس، لا. في جزء مني كمان كان بيعمل ده علشان خاطر مصلحتي زي ما حضرتك قلتي. بس الاتفاق كان واضح يا هانم ان ابقى مدير الجراند اوتيل. بص يا مراد، لو انت عايز تبقى مدير الجراند اوتيل وتتحمل المسؤوليه الماليه بدل احسان، عنديش مانع. لا يا هانم، انا مش بتكلم عن الاداره، بالعكس أنا متفهم تماماً دوافع حضرتك إن إحسان يبقى المدير، وخصوصاً في الوقت ده. أنا بتكلم عن نصيبي في ملكية الجراند أوتيل. لو أفتكر من حقي إنها تزيد شوية مقابل إن إحسان يستمتع بالوضع الجديد. قصدي إحسان وأمال وابنهم. نصيب ايه اللي انت بتتكلم عنه؟ ملكش حاجة عندي. على فكرة موضوع الجواب ده هوت لو ظهر أول واحد هتتضر انت. بس دلوقتي الوضع مختلف يعني. طبعا مختلف. بحس بصغيرة. أنا مش مديونة لك، أنت اللي مديون لي. كمان؟ بعد كل اللي قلته لحضرتك ده أنا اللي طلعت مديون؟ إزاي؟ أنت بتعمل كل اللي بتعمله ده مش علشان إنك شهم ولا نبيل ولا عايز تزود نصيبك في الإدارة، لا خالص. أنت بتعمل ده علشان مصلحتك. طول عمري بقول انك انت ذكي لدرجة الغباء، ما بتبصش غير تحت رجليك وبس. من مصلحتك ان الولد يتاخد من امه بدل ما امه تيجي تفرض عليك تعترف انك انت ابوه، وبدل ما نصلي تعرف حكاويك وغرامياتك مع الشغالات. وحضرتك بتتكلم عن ايه؟ بفضل زي ما انت عرفت انا كمان عرفت، بس انا فضلت اسكت بمزاجي. انما انت مصر تقل في نظري، مصر تخليني احس ان انا غلطت غلطه عمري ان انا جوزتك بنتي. مش هقبل ابدا الأسلوب ده. أيوه.
اديني الرقم ده في الفيوم. ايوه دلوقتي. يعني وصفي اخد 3 ايام اجازه ومينا اخد اسبوع. كده مينا خلص اجازاته لاخر السنه، ملوش اجازات تاني. انت سرحان ولا معايا ولا ايه بالظبط؟ سرحان معاكي. يعني ايه؟ تيجي نسيب الشغل شوية وتديني دقيقة بس أتكلم معاكي فيها. خير. أنا كل اللي عرفوني كويس قالوا لي إن اسمك صديق وأنت أحلى صديق. وأمين عارف كده كويس أوي حتى بيسأليه. عشان كده بطلب منك إنك تدي لنفسك فرصة تعرفي صديق كويس. ما ده حصل فعلا. تأكدت من اللي انت بتقوله في أزمة أمين وشكرتك عليه. انت ناسي ولا ايه؟ لا ماما، انا مش عاوزك تشكريني، انا عاوزك تشركيني. تشركيني همك لما يبقى الحمل تقيل عليكي، اشيل معاكي، تفضفضي لي، تحكي لي. ما هو مفيش حد في الدنيا حتى لو كان مارد أو غول يعرف يشيل الحمل لوحده. لازم يبقى في حد معاه، حد جنبه، حد يتسند عليه، ياخد بإيده، حد وقت ما يحتاج له يلاقيه وقت اللزوم. وصفي خد أجازة 3 أيام ومين خد أسبوع. صح. عملتي الواجب؟ عملته وعملت واحد زيادة كمان. بقى أشوفه يعني يقول لي صح ولا غلط. أنا حاولت أكتب حاجة. حاولت من غير إيه؟ ما أنا عايزة أقول لك إيه؟ أنا عايزة أقول لك متشكرة جدا إنك بتساعدني ومهتم بيا وإن الحياة بقت أحلى من ساعة ما أنت جيت. أو النعمة أحلى بكتير قوي. متشكر يا فضل. متشكر بس؟ لا، متشكر. وخطك بقى أحلى والإملة بتاعتك بقت أحسن. وإيه كمان؟ وكل ما تلاقي جورنال أو مجلة قدامك تاخديهم وتقري فيهم، ده هيفيدك أوي. أنت اللي مش عايز تفرح قلبي وتحسسني إني غالية عندك زي ما أنت غالية عندي. ما أنا قلت لك يا فاطمة، أنت غالية عندي في غلاوة أختي بالظبط. وعايز انا كمان ابقى في غلاوه اخوكي. بس انا امي ما بيعيش لها الصبيان. وانا ما اتمنى لكش يعني لطولة العمر. ايه ده؟ انت كمان عملت الواجب وتمشيت النهارده؟ ده احنا بقى لنا يجي ساعه بنلف، لفينا حوالين اللوكاندا يجي 3 مرات. فاطمه، ما تقومي تجيب لنا كيك وشاي من بتوع الفطار. بخلي مراتك تجيب لك اللي انت عايزه، ما هو رايح شغل. مالها دي؟ تاخد بتاعها مزعلها. هجيب لك انا الشاي. لا خليك انت يا فؤاد مرتاح. انا هخليهم يبعتهم لكم. عايز حاجه تانية من البلد؟ انت هتنزلي برضه؟ قلت لك مش هعوق يعني. طب ما تخليك انت، انا هبعت فؤاد ولا عرفان يجيبوا الطلبات دي من البلد. والنبي ما هينفع. انا زبونت العطار ده من زمان وهو عارف انا بحب ايه. هروح مسافه السكه وارجع. طيب ما تلفيش القصر. من عينيا. ورد، هخليها تجيب لي حاجه من السوق. جواب فين؟ موضوع الجواب ده انت مالكش دعوه بيه خالص، حاجه ما تخصكش، فاهم ولا لا؟ الجواب لو ما جاليش النهارده هقول لامين على كل حاجه، لو صحته بقت احسن وهيستحمل الخبر. فؤاد. فؤاد مين؟ مفيش حد هنا غيرنا احنا الثلاثه، علي ونازلي وامين. مفيش بقى ولا فؤاد ولا هاني. زي واحنا صغيرين صح؟ صح. مش بقول لك يا ابني ملاك. اوعى تكون فاكر اني وافقت اجي قبلك النهارده عشان خايفه منك. بالعكس، انت اللي خايف وبقى يبان على وشك قوي لو صدفت وقابلتني. مع اني غلبت افهمك اني ما بقتش عايزه حاجه من وشك ده خلاص. تاخدي كام ورد وتجيبي الجواب اللي معاكي.
أنا قلت برضو إنك نبيه وهتعرف إنك جاوب معايا. بس من الواضح بقى إن أنت مش نبيه كفاية، لأنك لو نبيه كفاية هتعرف إني عمري ما هديك الجواب، لأنك مش هتقدر على تمن. وطبعاً أنت عارف تمنه إيه. تمنه إنك هتطلع من المولد بلا حمص، يبقى هتدفع منين؟ وأنا هبقى مبسوطة قوي أما أشوفك طالع من المولد بلا حمص، عشان هشفي غليلي فيك وهاخد بطاري أنا وضحى الغلبانة. ده واضح إن أنت طلعت مش نبيها خالص، عشان لو كنت نبيها وشفت اللي حصل لضحى وأمين كان لازم تبقي فاهمة كويس قوي إني مش هسمح للي في دماغك ده إنه يحصل، وإن عمرك وعمر اللي يشدد لك قدام الجواب ده ورد. هو أنت فاكر إن أنا مش عاملة احتياطي بالليل؟ أنا لو جرالي أي حاجة، لو طلعت لي ودنة في صباعي وأنت مالكش دعوة بيها، في لحظتها الجواب هيطلع وسرك هيتفضح. ده أنا متعلمة كل حاجة منك يا مراد بيه، ده أنت وسخ من إبليس. لا يا ورد، أنا عارف إيه اللي مقويكي كده. فاكرة إن الاتفاق اللي بينك وبين اسمت وإن العيل اللي هتديه الأمالة علشان تقول للناس كلها إن هو ابنها ده هيحميكي؟ لا طبعًا. تبقى عبيطة يا ورد لو فاكرة إن اسمت ممكن تبديكي عليا، عشان في النهاية أنا جوز بنتها وابن أخو جوزها، يعني أنا حفظي وهم حفظي، لكن أنت في الأول وفي الآخر حتة خدامي. هيبقى نفسها تاخد اللي في بطنك، وأول ما تبقى ماسكاه كده هو في إيديها تدفنك بالحياة علشان تدفن السر معاكي. طب ليه؟ اعرفي حجمك يا ورد وفكري على قدك واحلمي. محدش قالك ما تحلميش، بس احلمي حلم تعرفي تحققيه، وانا معاكي. ومن غير تهور يا ورد، عشان محدش فينا يتضر. ولعلمك أنا ما كنتش متأكد إن الجواب معاكي قبل القعدة دي. توصل لها إزاي ده؟ معرفش. ومش مهم وصل لها إزاي، المهم إن هو معاها وهددتني أنا بيه. ودي أشر من ضحى بكتير قوي يا اسمة تاني. والدليل على كلامي انها اول ما لقت الجواب اتجوزت امين وقالت لكل الناس ان اللي في بطنها ده ابنه. فلو حضرتك لسه فاكره انها تنفذ الاتفاق اللي بينكم، اعذريني هاني، بتبقي مش فاهمه اي حاجه، عشان ايا كان اللي كنت هتدفعه لها ده ولا حاجه قصاد اللي معاها دلوقتي. أي شكل من الأشكال تروح تجيب منها جواب، ما يهمنيش إزاي. تحافظ كمان عليها وعلى اللي في بطنها. أنا مش هخلي المعبد يتهد عليا لوحدي. هقول لنصلي كل حاجة. كل حاجة. امال فين امين؟ نازلي هنا مخدته وتمشيه. ايه خدته تمشي دي؟ هو كلب ومالك عامله كده ليه؟ الواد بيرفض جامد قوي، مش عارفه ليه كده. معلش روحي اشربي شويه شيح، اقول لك روحي انت ارتاحي. حاضر. فين الجواب؟ فين الجواب؟ يا الجواب يا عمرك. فين الجواب؟ فين الجواب؟ هقتلك انت وهو لو ما خدتش الجواب. فين الجواب؟ فين الجواب؟
الجواب؟ روح انت، روح انت، روح لمراته. يا رب. اطلب لي احسان بيه، خليه ينزل. امرك يا فندم. لو سمحتي اموري لي السواق يطلع معايا نروح نجيب الدايم البلد احسن ورده بتولد دلوقتي. اه انا سايباها تحت بتطلق. اه طيب طيب انزلي انت اقعدي معاها وانا هبعت اجيب الدايم. حاضر. بقول لك ايه؟ نعم. دوري لي على نازلي تيجي تقعد مع اختها امال، اصلها تعبانه هي كمان. اه طيب حاضر حاضر. يقوموا بالسلامه يا رب، يقوموا بالسلامه ان شاء الله. خلاص مادام كلام فارغ، تعالي اطلع على ست مراتك الكدابه واكتشف بنفسك بقى كدبتها. اكدب مراتي اللي بطنها بتكبر قدامي يوم بعد يوم لمجرد ان جالك تليفون من واحد ما قالش هو مين، بيقول انها مش حامل. بقول لك ايه، تعالي نطلع لها والميه تكدب الغطاس. لا يا ماما، مش هطلع اقول لمراتي اللي بتحبني ومخلصه لي اني شاكك فيها، علشان ده كلام ناس مش عاقلين. وارجوكي ما تخربيش حياتي اكتر من كده. طب من فضلك ممكن نتكلم بهدوء في المكتب؟ من فضلك تعالي. الحمد لله على السلامة يا هند. أهلا. هات لي ليمون على المكتب بسرعة. من فضلك ممكن تهدي وبعد كده نتناقش. أنا هادية هادية جدا، اتفضل اتكلم. امسكي سيبيها تنزف وتجيبي لي الطفل اول ما يتولد ملفوف في ملايه بدمه، فاهمه؟ تطلعي لي من السلم اللي وراني بسرعه. اه موت يا امين. لا لا افتحوا معلش معلش حل. الدايه جت اهي، خشي الحقيقه. عايزه ميه سخنه وفوط وكلكم بره، محدش يدخل عليا غير لما اخلص شغلي. لا لا انا جوزها وهفضل جنبها هنا. اتفضل حبيبي اتفضل. معلش سيبيه جنبها عشان يطمن عليها. امين امين. لا احزقي انت، ساعدي نفسك. امين امين. كده الراجل يغمى عليك. هي الولاده كده يا امين، ما تقولي له تسكين. طبعا. امال انتوا تبقوا غاليين علينا ليه؟ عشان كده اهدى بقى. احزقي يا بنتي. اكتر يا امال هانم، اصرخي اكتر. معاها جوه. مش هي اللي مش عايزه يا حبيبتي، ده الدكتور اللي مش عاوز. وبعدين
انت كده بتوتريني. انزلي. طيب هنزل اشوف ورد. ورد مين دي اللي هتشوفيها؟ بقى اختك بتولد في السابع وما بين الحياه والموت تقولي لي ورد؟ هو انت اللي مش قلتي لي انزلي؟ وبعدين ما هي ورد كمان في السابع. طيب انزلي قولي الاحسان وعنايات يطلعوا. هو انت مش قلتي لي ما اقولهمش ان هي بتولد؟ مين اللي بقول لك عليه؟ يلا. حاضر. حالا انا هخليهم يجهزوا اوضه حضرتك يا هاني. ميرسي. مش عايزه اوضه. انا مسافره الفيوم حالا. لا يا ماما حضرتك مش هترجعي في حته، حضرتك هتطلعي اوضتك تستريحي وبعد كده نتكلم. قلت لا. واضح انك مزعل عنايات هاني من احسان. مفيش ام بتزعل من ابنها يا مراد. ماما ما عندهاش حاجه في الدنيا اهم من سعادتي، زي ما انا ما عنديش حاجه في الدنيا اهم من رضاها عني. امال بتولد. طيب انا هاجي وراكم. لا يا مراد يلا. هي ده فين؟ طب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ الهاني. طب حاضر. الهاني. وهو ولد